محمد البوعزيزي هو الشاب الذي أشعل ثورة تونس بإشعال نار في نفسه يطهر فيها أنفسا من ظل عشعش فيها وينير دربا طال فيه الظلام. هو ابن 26 الذي أقدم على الموت بقدميه ليكون بموته حياة شعب. هو التعبير الصادق عن إرادة الشباب العرب في السنة العالمية للشباب، يطلب الشغل والحرية والمساواة في الفرص والتنمية، ويرفض استمرار القمع والتهميش والبطالة والإقصاء. هو الشاب الذي لا يعرف أحد يوم ميلاده، والذي لن ينسى أحد يوم 17 من كانون الأول حين انتفض وأحرق نفسه. هو الجامعي الذي ارتضى لنفسه بيع الخضر لسد رمق أسرته المؤلفة من 9 أفراد، فلم ترد الشرطة وأزالت بسطته بالقوة. وهو المقهور الذي حمل مصيبته وطرق كل أبواب الشكوى، فلم يلق منها إلا صفعة من شرطية لم يستطع أن يتعايش معها، فأشعلت فيه غضبا لم تطفئه كل خراطيم عربات الإطفاء ورصاصات العسكر وهراوات الشرطة ومحاولات زين العابدين بن علي. هو الذي أشعل موته موجة غضب في ولاية سيدي بوزيد امتدت إلى ولايات القصرين والقصة ومدنين والقيروان وبنزرت وبجة والصاقز، ومنها لتعم كل البلاد وصولا إلى العاصمة ومناطقها الراقية. هو الذي أحيا بموته روح الحرية في آلاف التونسيين، فساروا يحاولون رفع عقود من القمع والظلم والاستبداد عن صدورهم. لن يكون محمد البوعزيزي رقما ضمن لائحة ضحايا النظام، فهو الاسم الذي سيردده العالم كلما تحدث عما آل إليه نظام زين العابدين بن علي، ولن تكون تونس من بعد موته كما كانت من قبله.